هي بداية موفقة للكاراتي الجزائري، نتيجة جد إيجابية. أظن أنه يعني رانا في البداية، وحتى الآن يعني راهي نفس الحصيلة تاع الدورة اللي سابقة وين تحصلنا على ميداليتين فقط. اليوم بفضل الكاراتي يعني في البداية رانا تحصلنا على ميداليتين ذهبيتين، إن شاء الله مازال نهائي آخر نتمنى لهم النجاح. وهذه بداية اللي راحت تشجع رياضيين لهم جايين مراهم إن شاء الله.